يا صباح الخير عليكم من جدة اللي وحشتني جدا وأخيرا قدرت أزورها وقلت لازم أصور فقرة لا بوجد فيها بين ناسها وأهلها. فكرت إني أسألهم أسئلة حول جدة وأكثر شيء متحمست له الهبد والتأليف. خلونا نشوف اللي خايف من اللي حيحصل يروح. حنين هلا، أبغى أسألك كم عمر مدينة جدة تتوقعي كم؟ أتوقع ما بين 2500-1400 شيء زي كذا. حلو التقريب هذا. ثلاثة أزيد شوية. 3000. 3000 سنة، برافو. من جد؟ 7200 سنة تحديداً. إيش معنى؟ اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ 10000 قديمة هي، يمكن قديمة والله، يعني من أيام لا هو عدد عمر الإنسان. عمر مدينة جدة، لأنه يعني اليوم أعرف جدة موجودة بس بالضبط. إيه عمرك؟ لا عبد الله تعرف ميلاد برضه. أو سؤال صعب. تقريبا 1000 سنة. 500 سنة تقريبا. 500000 سنة. أكبر من عمر الإنسان هذا. تعرف إيه عن المنطق يا مرسي؟ فرقة كورية عالمية عملت حفل هنا في جدة ب 2019، إيش اسمها؟ عارفة بس إني ناسي المشكلة هذه. ناسي. والله هذه كانت في تقريبا اللي كانت اللي هي يمكن لا لا لا. الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. كوريا. بي تي اس. بي تي اس اكيد هتعرفه طبعا. انا امي ترى. شوفي بي تي اس. بي تي اس، برافو برافو. بيح شيء. هو بي شيء. بي شيء. بماذا؟ بيس. والله لا تساليني، انا هذه ما احضر لهم. ما احضر والله، لا. ولا سمعتي اسمهم؟ استعراضات ما بحضر. باب مكة، باب شريف، باب الجديد، باب البنط، أبواب كانت في جدة ولا زالت بهذه الأسماء. كانت أبواب إيش؟ كانت أبواب لأسوار تحيط الأحياء. سور أيوة واحد أسوار. يربط بينها. وبعدين شالوا الأسوار وخلوها باسمها. تعرف باب مكة؟ أبواب مكة ما سمعت عنها؟ ما سمعت عنها. أنا لا أعرف أقول على طول. هذه أبواب إيش تتوقعين؟ ليه اسمه باب بيت؟ ضيعتيني شوية. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. ليش اسمه باب؟ تتوقع باب بيت يعني؟ ما ادري، يمكن كانت حصن لجدة او السور. كانت سور. برافو برافو. غطاريف يقولوها اهل جدة ومكة. يعني ايه غطاريف؟ هذه قديمة، هذه معروفة. هذه قديمة اعرفها. مكة وايش هي؟ زغروطة. زغروطة لي صحيح. جمع زغروطة. ايش بيقولوا؟ غطيني وزغروطي. يس. حق الزواجات؟ لي. يعني زغروطة. تعرف إيش اسم أول مدرسة أولاد في جدة؟ الفلاح. كلمة كده في الأذان، حي على الصلاة. حي على الصلاة. هي على في جدة. في جدة يعني قد مرت علي صراحة، بس أكيد ماني مرة مفتكرة الاسم. سوي لي سيرش في جوجل. سرشولة جوجل. تقريبا سنة كم تتوقع؟ ما أدري صراحة، أنا أترى في التواريخ، حافظ تاريخ ميلادي بس، غيره ماني حافظ. الفلاح. إيش معنى كلمة هندول؟ هو الشيء اللي حطوا فيه البيبي يعني. أيوة. يهزوا زي كده. يس. هندول يعني الهندام. لا هندول. والله ما أدري. السرير أو السرير بس عادي؟ المحاط من كل الجهات. واللي تمارجع؟ دال الهندول اللي سرير البيبي اللي يتهز. سرير الأطفال. اللي يتمرجح. اللي يتمرجح هو، بس كان يسوونه بالقماش أول يعني. تمام برافو. شارع قابل. شارع قابل مرتبط باسم شاعرة جداوية كتبت وغنى لها طلال مداح وفوزي محسون. مين هي دي الشاعر؟ جدة؟ جداوية أصلية، واللي كتبت تجاني لأسمر جاني. وقف افتكر زماني برضه. أيوة افتكر زماني. فوزي محسون. طيب مين هي الكاتبة أو الشاعرة؟ والله ما يحضر. ثريا قابل. صديق ثريا قابل. برافو. أول واحدة تعرفها. آخر حدث رياضي عالمي أقيم في جدة. نهائي كأس الملك إسبانيا. عالمي. جاي من برا. في سيارات. فورمولا. 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 يس. فورمولا. يس.
حادث رياضي. الفورمولا. الفورمولا وين؟ سباق السيارة. فورمولا وين؟ فورمولا وين؟ برافو برافو. إيش يعني كلمة مقادم؟ هي أكلة. المقادم اللي هي زي عند المصريين الكوارع. برافو. شيء زي كذا. حنين عرفت كل الأجوبة. تقريبا ممكن عن الأرجل أو زي كذا. الأرجل. أرجل مين؟ الذبيحة يعني الخروف. مقالم؟ مقادم بالدال. أكلة هي أكلة. يخرب بيت سنيني. دي أكلة أظن. أكلة كوارع؟ أيوه. شربة. شربة لحم. حقت رجل الخروف. كواحل الخروف. أو كواحل الخروف. مقادم يعني كوارع. ياه. وشربة الكوارع ترى لذيذة. وبكده خلصنا اللعبة اللي عن جدة ومع أهل جدة. أتمنى تكون عجبتكم، تكون خفيفة الدم وظريفة كده، ونشوفكم الأحد الجاي.